بوغ افوا ان جيكا خصك 1000 وحده من هادشي. انتو كتشريو 1000 وحده باش تفرجوا في ان فيلم. اليوم عبد الرحيم وبنتو آلاء غادي يدولوا لنا على القرايه بين البارح واليوم. بابا سميتو عبد الرحيم، صحافي. الاسم آلاء، 13 سنه، كتقرا في الاعدادي. الهوايه ديالها المسرح، السينما، العمل الجمعوي. واش كاين شي فرق في القرايه بين البارح واليوم؟ يعني في الوقت ديالنا حنا كان الوصول الى المعلومه كيطلب منا واحد المجهود كبير بالمقارنه مع الوصول للمعلومه حاليا عبر الانترنت. كنفضل نستعمل الانترنت، سي بلو فاسيل، سي بلو براتيك. دابا اللي عندي كونيكسيون، عندي انترنت، نمشي انا نقلب على المعلومه انفوسيلي. الا باباك ديما كيدوي لك على اياماتو، تبغي ترجعي تعيشي فيها؟ ما غاديش نقبل نمشي نرجع للبوغ ديال بابا. جو بونس ميم با اون سيمين نرجع، زعما ومنحط لا تليفون لا انترنيت لا تلفازه لا والو. فا جو بونس با نقدر نديرها وبوغ حياتي كلها امبوسيبل. لا شوف، لا انترنيت لا تليفون لا تابليت وي، لا تلفازه نو، باسكو كانت عندنا التلفازه كانت عندكم بالبيض والكحل. بيض والكحل وفي ليزاني 80 ولات كولور. سي عبد الرحيم، الاء دولي لنا على الالعاب اللي كنتو كتلعبوا في الاستراحه. ملي كنت صغيره كنت كنلعب في لاكور، كانوا كيديروا داك الطوبوغان، كانوا كيديروا داك الترامبولين، ما كنتش كنلعب دوك اللعب بحال اللي كانوا كنشوفوا قبل. الاستراحه ديالنا كنا كنلعبوا سوا كره القدم، سوا كنجريو، سوا الطرومبيه، كننق او كنسميوه السفود. النق هو واحد السفود داك ديال الشوا، باش كنديروا الشوا وكنوضيوه وكنبقاو نلعبوا به، كنغرسوه في الارض. يعني هذا هو اللعبه. كانت كنلعبوا بشي مسائل اللي هي بسيطه ولكن كانت معها متعه كبيره. وعمرك شتي التصويره ديال باباك ملي كان في ايامات القرايه؟ ما عمرني ما شفت تصور بابا ملي كان في الكوليج ولا الليسي، مي شفتو ملي كان صغير بزاف. ولكن شوف الا باش تشوفيني، شوفي غير راسك في المرايا، راه شبه الطبقه الاصل، راه ما كاينش فرق كبير. ودابا جبت لكم واحد السوفنير ديال زمان. الا عرفتي شنو هادو؟ هو بحال سيدي ولكن في بلاصه ما يكون دوار كاري. وهادي سي اون ديسكيت، سي لونسيان جينيراسيون ديال 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 لو سي دي اللي جا من بعدو لا كلي يو اس بي اكسيتيرا. شحال من جيجا؟ بوغ افوا ان جيجا خصك 1000 وحده من هادشي. انتو كتشريو 1000 وحده باش تفرجوا في ان فيلم؟ وقتنا ما كانش يمكننا نتفرجوا في فيلم بهاد لي ديسكيت، مي سينو كنا كنعوضو. كانوا عندنا دور السينما، كانت التلفزه المغربيه، كانت سينما الخميس، كنا كنعوضو. انتوما فوزافي دو لا شونس افيك لو ستريمينغ افيك انترنيت تقدو تشوفوا كاع لي فيلم دو موند بسهوله. ايوا قول لنا عبد الرحيم، كيف جاتك الاء في هذا الحوار؟ تبارك الله عجبتني، يعني كتجاوب كترد. انا تعلمت شنو لا ديسكيت. تبارك الله عليك، دونك ما مشيناش خاويين بعد اليوم. ايوا الحمد لله. تبارك الله عليك. إنوي معكم كل يوم.